كنت دائما افكر اني ما اقول فيق الصبح اني ما احسن مثلا اروح على الجامعه، مستحيل، انا بنهبل اذا ما بحسن اروح، او اني ما احسن اني امشي. انا لما اروح ادرس ولا اروح على جامعتي ولا اروح اعمل هيك انسى المرض. من 8 سنين مريضة في مرض بالكلية. من شي 6 شهور بلشت إنه أغسل. بعتني الدكتور على الغسيل، كان الصدمة كتير كتير قوية، بس مع هيك أنا ما استسلمت أبدا. دائما كنت أقوى من مرضي، دائما كنت قوية، ما كنت إني استسلم أبدا. أول ما رحت على الغسيل كان بعد أسبوع عندي امتحان بالجامعة. رحت عليه مع هيك كنت دائما بالجلسة أدرس، أمسك المحاضرة وأدرس فيها. العالم هنيك كانت كتير تستغرب مني، يقولوا لي إني ليالك على النفسية، يعني إنه أنت لسه لك نفس يعني إنه تدرسي. أنا ما بستسلم أبدا، عندي هدف، عندي طموح بدي أوصل له. أنا بدي أدرس، بدي أتخرج من جامعتي، بدي أصير دكتورة، بدي كمل ماجستير ودكتوراه، بدي أصير دكتورة بعلم النفس. كان هذا دائما طموحي من أنا وصغيرة. أختي بنت عمرها 21 سنة بدها تتبرع تعطيني كيلو وتبس لحتى أنا أعيش. انا كثير بزعل، يعني بزعل علي انه ليش هي كمان هيك، يعني ليش بدها تعطيني هي منها، هي بلكي صار لها شيء. لا في معي عطيه ولا بحسن اقدم لها شيء، وبطلع بشوفها كل ما بطلع بزعل علي، ورغم كل هيك هي بتشوفها انه قويه وعندها معنويات وبتروح على الجامعة وبدها تدرس وبتخليها يا ما عليك انت. صعب كثير الاحساس انك تشوف انت ابنك عم بيغسل قدامك وما بتقدر، بتقله وما بتقدر تساوي له شيء ولا بتقدر تساعده ولا بتقدر تشيل عنه شيء، وكثير كثير صعب الوضع. دائما املي بالله انه ان شاء الله رح يعافيني ويشافيني، رح اوصل لهدفي واحقق طموحاتي واصير دكتوره ان شاء الله. ما بستسلم انا ابدا.